الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله، مقدما عشان اتكلم على كلام ابن تيميه ونبينه، انه بين في مساله التوسل بالذات كيف تكون. واحنا قلنا انه هو سيكون هناك اتفاق في نوعي التوسل، ونوع اخر متردد في خلاف. والكلام هنا نطيل البحث في الخلاف هذا حتى نجهز عليه ونبينه. قلنا بأنه التوسل بذات الله المقدسة، أو التوسل بأسماء الله الحسنى أو بصفاته، بل وبأفعاله. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، هنا نشوف التوسل، توسل النبي صلى الله عليه وسلم، الله كان يقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. طب لحظة، إنه أنا سأسيء إليكم لأنه سينقطع من توقيف، وأيضا لابد له أن يكون محبوبا لله جل وعلا، ولا يكون من ذلك إلا بنص. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه وتوسله: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، لا إله إلا لا إله لي غيرك، أنت الحق وقولك الحق. فانظر هنا كلها التوسل إلى الله جل في علاه، وفيكم بارك، التوسل إلى الله جل على بذاته المقدسة وبصفاته العلية سبحانه جل في علاه، والتوسل أيضا بالإيمان، التوسل بالأعمال الصالحة. ضمن هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألم الكرب كان يقول: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا يعتبر كالخبر الذي يرد به الإنشاء، يعني أتوسل إليك وأنت العليم الحليم، تحلم عن 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 معصيتي وأنت أعلم بكربتي ففرجها. لا إله إلا رب العرش العظيم، أي يتوسل إليه بأنه رب العرش العظيم. وعظم خلق العرش معلومة من أنها من أعظم مظاهر ربوبية الله جل في علاه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في صلاة: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. في رواية أنه سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الباب الذي نتكلم فيه، وهو التوسل إلى الله المشروع، وهو أحب التوسل إلى الله جل في علاه. أن تتوسل إلى الله جل في علاه بالذات المقدسة أو بأسماء الله الحسنى الدالة على الذات المقدسة والصفات والأفعال. وورد أيضا عن رجل كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أيضا توسل بالعمل الصالح، بالإيمان أولا وأيضا بالذات المقدس. قال: والذي نفسي بيدي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهذه أول أنواع التوسلات التي يعني جاءت عن الأنبياء في الكتاب، نعم، وجاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومظنة الإجابة أن تكون كذلك، لا سيما أنك لو ترى القرآن ممتلئ بأدعية الأنبياء لربهم جل في علاه، والذي مدحهم الله جل في علاه يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا يتوسلون إلى الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا. وذلك هذه أرقى مراتب التوسل. كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا في رسالته العظيمة رسالة التوسل في الفتاوى، كان تكلم على مسألة ضلال قوم نوح وقوم إبراهيم واتخاذ القبور مساجد، تكلم عنها على أن اتخاذ القبور مساجد. أنا قلت كثير من الفقهاء عندما يعللون بالنجاسة، والصحيح أنه يعني لا يكون، أنزلته ممتاز، لكم الله خير،
في ايش تاني؟ انا اي شيء تاني بقى ناقص بقى انزله فيه. ممتاز، عشان يكون عندنا بدائل بس. جزاكم الله خير. معناها ان هو يستوعب معنى الاسم ويعرف كيف يتعبد به لله جل وعلا، هذا من اعظم ما يكون. فوصلنا في قوله الى مساله الزياره، زياره ولا هذا زياره قبور المسلمين على وجهين، زياره شرعيه وزياره بدعيه، وهذا من نافله العلم العظيم الذي يثبت مسائل التوحيد الالهيه في قلب المكلف. يقول فالزياره الشرعيه ان يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاه على جنازته الدعاء له والشفاعه، فالقيام على قبره من جنس الصلاه عليه. قال الله تعالى في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. فنهى نبينا نهى نبيه عن الصلاه عليهم والقيام على قبورهم لانهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم كافرون. فلما نهي عن هذا، وهذا لاجل هذه العله هي الكفر، دل على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العله. يعني على اساس ان العله منصوص عليها، فيطبق القاعده العامه انتفاء العله ينتفي بها الحكم، وهذا صحيح اذا كانت العله منصوص عليها مش مستنبطه. ودل تخصيصهم بالنهي على ان غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، اذ لو كان هذا غير مشروع في حق احد لم يخصه بالنهي ولم يعلل بذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته. وكان إذا دفن الرجل أو دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أو دي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وأيضا في الصحيح السلام عليكم دار قوم المؤمنين أتاكم ما توعدون منكم إن شاء الله لاحقون. وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم أو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. هذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت بس، والأصح والأسد لا يذهب إليها، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بها أن يبشرهم بالنار، قل الله أبشركم بما أسوؤكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم، نعوذ بالله من الخزي. هذه الزيارة التي جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدرك المصنف إلى أن يبين لنا الزيارة البدعية في ذلك، ليبين لنا بعد ذلك الزيارة الشركية التي هي وسيلة إلى الشرك، لذلك تمنع وليست هذه من الوسائل التي يرضاها الله جل في علاه. كما قال فالزيارة البدعية التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجب للدعاء. هنا تفاصيل الزيارة البدعية، أنه يذهب إلى هناك يطلب من الميت الحوائج، وهذه ليست زيارة بدعية فقط، هذه تصل إلى الكفر الأكبر. إذا ذهب زيد للقبر وطلب منه قضاء الحوائج هذا كفر أكبر، لأنه هنا صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لله جل وعلا صرفها لغير الله، وهذا شرك في الإلهية متضمن لشرك في الربوبية. يعني هو لما طلب قضاء الحاجات من الميت الذي لا يملك شيئا، فإن الله جل وعلا فإنه ما طلب ذلك إلا وهو يعتقد بأنه يقدر أن يقضي حاجته. فانظر هنا، يعني طلب أن يطلب من الميت الحوائج. أنا أريد أن تفهموا التفصيل لو سمحتم، قفوا عند التفصيل لأن سأنتهي، لأن الوقت قارب عندي، وأنا المسجد الذي أذهب إليه لابد أن أنزل الآن، لكن لن أنزل حتى أبين هذه النقطة المهمة جدا. أول شيء على أقسام ثلاثة زيارة بدعية، أن يطلب منه من الميت قضاء الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، هذا أهل الحجاج جميعا قالوا بالكفر الأكبر، لأنهم أنزلوها تحت قول لا جل في علاه. افهموا هذه لأنها فاصلة، أنزلوها تحت قول لا جل في علاه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقالوا بأنهم كفروا وجعلوها كفر أكبر.
والذي ندعو الله به، وهذا الذي ألمح عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو هي ترجيح من أهل الحجاز ابن باز بن عثيمين أنها شرك أصغر وسيلة شرك الأكبر، هذا الصحيح، لأنه قال له اشفع لي عند ربك، قال له اشفع لي عند ربك، عند ربك، سأل ربك أن يغفر لي. يبقى هو ما اتخذ وسيطة يصرف له العبادة أو يقصد الدعاء عند قبره، هذه أخف الأمور، لأن بالاتفاق أنه إذا يقصد الدعاء عند قبره يظن القاصد أن هذا يعني سيقبل له الدعاء من هناك تبركا بهذا المكان، هذا هذه بدعة، وهذه ليست شرك أكبر ولكنها أيضا شرك أصغر. لكن يبقى إذن وصفان فيهم شرك أصغر ووصف واحد في شرك أكبر، اضبطوا المسألة حتى نفصل فيها إن شاء الله. قال فزرع هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. الله أكبر، كما فصلت لكم بأنها من جنس الشرك، الشرك الأكبر الذي بينته، وأيضا سبب الشرك اللي هي تصل إلى الشرك الأكبر. بهذا أستأذن حضراتكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، أحييكم جدا وأشكر الله على إسعادنا بوجود سلفي معنا، ونسأل الله جل وعلا أن يملأ هذه المسارد بركة وإحسانا وإخلاصا وصدقا ونشرا لدعوة الدعوة إلى الله جل وعلا ونصرا للسنة وقاما للبدعة. اللهم أمين رب العالمين. طيب أستأذنكم الآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.